نعلم بتحركات المجموعة القتالية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي. تأمل الصين أن يحترم الجانب الأمريكي سيادة الدول الإقليمية وأمنها ويحترم جهودها المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. نحن نحترم بالطبع الحرية التي تتمتع بها مختلف الدول في الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي وفقا للقانون الدولي. وفي الوقت الراهن فإن الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر وسليم، ونأمل في أن يقدم الجانب الأمريكي الطاقة الإيجابية للحفاظ على هذا الوضع. بالنسبة إلى العلاقات العسكرية بين البلدين، لا تتطابق العلاقات العسكرية المستقرة والسليمة بين الجانبين مع مصالح البلدين ومصالح شعبيهما فحسب، بل تفيد في استقرار منطقة آسيا المحيط الهادئ وحتى استقرار العالم بأسره، وذلك يحتاج إلى جهود البلدين. كما نأمل من الجانبين أن يسيرا في اتجاه التلاقي وأن يعززا التنسيق تجنبا لسوء التقدير، مما يدفع تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين في الطريق الصحيح.